أعزائي وحياكم الله في الدرس الثاني من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط، سواء لطلاب الدور الثاني. هي هذا الدور احنا مسوينها لطلاب الدور الثاني، أو إذا أنت كنت مشترك ويانا بسنة جديدة فعادي مو مشكلة. هي الدورة راح تكون مناسبة لكل المراحل، فحياكم الله. بالبداية نسترجع اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة. بالمحاضرة السابقة احنا أخذنا عندك بالمحاضرة السابقة أخذنا ضمائر الفاعل، قلنا هذه أساسيات، اللي هي الآي معناها أنا، اللي هي معناها هو، الشي والإت لغير العاقل، الذي معناها هم، والوي معناها نحن، واليو معناها أنت أو أنتم. هذه كلش مهمة وراح نحتاجها إن شاء الله، راح نحتاجها حتى نقدر تفيدنا بباقي مواضيع اللغة الإنجليزية صف الثالث المتوسط. فخليكم ويانا وتابعوا أول بأول. خذنا أول ضمائر ذني وعندنا امتحان به إن شاء الله اليوم الساعة 3. الساعة 3 إن شاء الله عندنا امتحان، بالإضافة إلى أدوات السؤال قلت لكم أيضا مهمات وتفيدنا بالقطعة الخارجية اللي هم الوات والواي والوير والهو والوين وإلى آخره. فهذه الأدوات كلش مهمة ولازم نحفظها ونسيطر عليها. المحاضرة أيضا مسجلة وراح تنزل على قناتنا على اليوتيوب. بعدها أخذنا المعاكسات، وهذه المعاكسات قلنا أيضا مهمة ولازم نحفظهم. عندنا أول معاكسة أخذناها بالمحاضرة السابقة، terrible معناها فظيع، عكسها fantastic معناها رائع. أخذنا أيضا كلمة expensive اللي هي معناها غالي، وعكسها cheap معناها رخيص، وقلنا لازم نحفظهن من خلال التكرار. كذلك عندنا كلمة boring ممل، عكسها interesting ممتع، ugly قبيح، عكسها beautiful جميل. وعندنا أيضا كلمة dangerous اللي هي معناها خطير، عكسها safe آمن. بالإضافة إلى كلمة old اللي هي معناها قديم أو شخص كبير بالعمر، وعكسها young اللي هي شباب أو صغير بالعمر. أيضا أخذنا كلمة unimportant غير مهم، واللي هي عكسها important بمعنى مهم. أيضا أخذنا كلمة الكوايت والريلي، وقلنا الريلي تجي ويا الصفة القوية والكوايت تجي مع الصفة الضعيفة. فأخذنا كلمة fast اللي هي معناها قوي، fast معناها قوي، وقلنا هي مفتاح حل لكلمة really. فهنا إذا جاك بالامتحان هاي الجملة أنت راح تختار بهاي الجملة really. ليش اختاريت really؟ لأن عندك مفتاح الحل هو fast. طيب نجي الجملة الثانية، قلنا ليش اختارينا really؟ لأن عندي love يحب، فهذا الشيء صفة قوية يحبها، لذلك يحب هذه السيارة، لذلك اختارينا ال really. أيضا أخذنا ال I think اللي هي بمعنى اعتقد، ما متاكد، لذلك مختار كوايت لانها صفه ضعيفه. 4 عندك الكوايت، هاي 4 كلش مهمه، اتوقع راح تجي هاي السنه بدور الثاني. عندك الكوايت difficulty but not like، بما انه قال لك not like the one معناها السنه الماضيه كانت اقوى، هاي السنه ضعيفه، فتختار لها الكوايت. هاي مفتاح الحل موجود عندك بالازرق، يخلي لك اياه. الملزمه ايضا موجوده بقناتنا على التليجرام. طيب نجي ايضا الى تمرين اخر مهم، وهو ذن الكلمات اللي هن غير مرتبات مخربطات، ونراكم عليه الملاحظه. قلنا كلمه سويت وياها شوب تجي، والكار تجي وياها بارك، انفورميشن تجي وياها ديسك، وذني كلهن تحفظهن. ايضا ذكرناهن بالمحاضرة السابقة، وايضا راح يكون عندك امتحان به ان شاء الله بالساعة 3 اليوم. تنزل الاسئلة، انت تجاوب بورقة ومباشرة تنزل مباشرة الاجوبة. طيب هذه محاضرتنا اللي اخذناها بالمحاضرة السابقة، واليوم سويت لكم عليها مراجعة. فاليوم إن شاء الله راح نبدأ ناخذ الإنشاء هذا. الإنشاء الأول: write an email to relative about your best friend، يعني أفضل صديق إلي. خاف ما تعرفها بالامتحان، من نشوف best friend، من نشوف كلمة best friend، هذا هي مفتاح الحل. من نشوف كلمة best friend هي مفتاح الحل، وراح تختار أنت هذا الإنشاء. فاليوم راح أقرأ لكم هذا الإنشاء وأترجم لكم إياه أيضا،
وإن شاء الله نحاول نمتحن به باشر. فهذا الدرس الثاني اليوم راح ناخذ الإنشاء، الدرس الثاني راح ناخذ الإنشاء. طلابنا الأعزاء، الإنشاء الأول اللي هو يتكلم عن البيست فريند هذا حفظ، لازم تحفظه، وراح أعلمك شلون تحفظه أيضا. زين، بالبداية احنا هسه راح نتعلم. هسه أول ملاحظة انطيتكم إياها، الملاحظة الأولى اللي انطيتك إياها بخصوص الإنشاء اللي هي طريقة الامتحان. الامتحان تجي كلمة بيست فريند، نشوف كلمة بيست فريند هذه هي مفتاح الحل. عرفت هذا السؤال يدل على الانشاء بيست فريند، وهذا الانشاء هواي يجي بالامتحانات مكرر هواي، اكثر من سنه يجي بيست فريند افضل صديق لي، هذا مفتاح الحل. خوش حكي، عرفنا اول نقطه مفتاح الحل. هسه راح نجي على الانشاء، راح اقرا لكم اياه واترجم لكم اياه وحده وحده. اللي يريده وياي انت هسه، اللي يريده من عندك طلابنا الاعزاء كل اللي موجودين وكل اللي يسمعوني سواء هسه او على اليوتيوب او بعدين او الى اخره، اللي اريده من عندك يا طلاب الشطار انه تتابع وتقرا وياي. انا هسه ما راح اقرا، اقرا وراي مباشره، ليش؟ على مود يسهل الانشاء عليك، فخليك وياي. شوف هذا الانشاء طبعا مكتوب from علي to زيد، لازم تكتب هاي السوالف، يعني هاي اذا ما تكتبها تتنقص عليها. فهسه كل اللي يسمعوني طلاب الشطار، كل اللي تسمعوني، رجاء الكل 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 بدون استثناء الكل يقرأ وياي. المايك يمك وموجود بدون لا تفتح مايك وسوي هوسه، انت اقرأ وياي. انا ايش اقرأ؟ اقرأ وياي بس بالانجليزي اقرأ، وراح اعلمك وراها شلون تحفظ. اذن احنا عندنا 3 خطوات بخصوص الانشاء، 3. اولا طريقة الامتحان قلنا مفتاح الحل بيست فريند، الشغلة الثانية راح اقرأ لكم اياه وافهم لكم اياه، والشغلة الثالثة طريقة الحفظ راح اعلمكم عليها. طيب يقول لك الانشاء from علي، يلا اقرا وياي from علي، من علي، from علي، اقرا وياي الكل from علي to زيد، الى زيد، هاي الاسماء تقدر تغيرها بس هاي الاسماء سهله، علي سهل وزيد سهل. from علي to زيد، from علي to زيد، انتبه يمي. dear زيد يعني عزيزي زيد، how are you، كيف حالك، how are you، ويا عيد dear زيد How are you؟ يلا اقرأ. Dear Zaid, how are you؟ طيب. I'd like to tell you. 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 اقرأ وراي. I'd like to tell you. هنا انت عيد الجملة وراي، دا اعلمك على طريقة القراءة. عيد اللفظ وراي. I'd like to tell you. I'd like to tell you. I'd like to tell you. هنا انت من تعيد النطق ورايا راح يسهل عليك الحفظ. I'd like to tell you. I'd like to tell you. هنا كل ما تعيده هواي انت راح يصير عليك سهل الانشاء وتحسه مألوف بحيث تقدر تحفظه. انت هسه من تباوع الكلمة I'd like ما تعرف تلفظها هنا تتعب، بس من تعلم تقرأها صح يصير عليك سهل. راح يلا راح اعيد لكم اياه من البداية واقرأ وياي. From علي، من علي، to زيد، الى زيد، دير زيد، اقرأ وياي دير زيد، دير زيد، دير زيد، يلا اقرأ. How are you؟ How are you؟ How are you؟ I'd like to tell you. I'd like to tell you. يلا عيد وياي. I'd like to tell you. About my best friend. About my best friend. About my best friend. عيدها وراي. About my best friend. About my best friend. Sammy. About my best friend Sammy. About my best friend Sammy. About my best friend Sammy. He is really cool. He is really cool. He is really cool. He is really cool. يعني هو كلش مرتب حباب. He is really cool. And he is active. And he is active. يلا اقرأ وياي. And he is active. And he is active. And very kind. And very kind. And very kind. وشوي وكلش لطيف يعني حباب. يعني جيد خوش ورد ولد ويعني كايند حنون. حنون عفوا. كايند شلون احنا نقول يعني عنده حنية. Kind, حنون. He likes playing football. He likes playing football. He likes playing football.
He likes playing football. He likes playing football. اقرأ وراء. Very well. Very well. يعني كلش هواية. Very well. He is good. He is good at English and Arabic. يلا اقرأ وياي. He is good at English and Arabic. 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 He was in my class. 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 He is very nice looking. He is very nice looking. He is very nice looking. يعني منظره لطيف. He is a quiet tall. 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 With long yellow hair. With long yellow hair. With long With long, يلا اقرأ وراي لا تنسى واقرأ وراي. With long yellow hair. With long yellow hair. And green eyes. And green eyes. وعيون خضراء. And green eyes. And green eyes. He helpful and very friendly. He helpful and very friendly. He is helpful and very friendly. He is helpful and very friendly. He is very. He is helpful and very friendly. يعني هو كلش مساعد متعاون يعني وودود. I think we are going to be. We are going to. I think 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 we are going to. عيد وراي اقرا اقرا وياي طلاب الكل قاعد يقرا ما اريد طالب ساكت. طبعا هذا الانشاء موجود بالكتاب صفحه بالملزمه مالتي صفحه 46 صفحه 46. And I think we are going to. And I think we are going to. Be good friends. 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 Be good friends forever للأبد. Be good friends forever للأبد. Be good friends forever للأبد. وهنا آخر شيء. See you soon. أراك قريبا علي. See you soon. أراك قريبا. وهاي علي حطها لي جوا ولا تنسى. كلمة علي صير لي جوا هنا. آخر شيء. كلمة علي هنا صير لي جوا لا تنسى هاي علي هنا خليه جوا see you soon see you soon أراك قريبا see you soon أراك قريبا see you soon أراك قريبا هذا هو الإنشاء هذا هو الإنشاء إذن راح أرجع عيد أول نقطة شلون أعرف طريقة الامتحان best friend من نشوف كلمة best friend هذا هو الإنشاء write email to relative about your best friend عن أفضل صديق لك هذا هو مفتاح الحل قرأنا الإنشاء كليته قرينا بالانجليزي وفهمنا لكم اياه هو شنو واحد يكتب رساله ويشرح بها عن صديقه زين نجي على من هسه على الترجمه طبعا هذه هي الترجمه باللغه العربيه يعني للتوضيح وانا ايضا شرحت لكم اياه طيب هسه راح نجي شلون نحفظ الانشاء شلون نحفظ الانشاء طبعا انا دائما انصح الطلاب أفضل طريقة لحفظ الإنشاء هو الحفظ باللغة العربية يعني بالبداية تحفظه بالعربي كله كامل إنشاء تحفظه بالعربي يعني هذا الإنشاء كله تحفظه بس بالعربي يعني باشر أنا من امتحنكم إن شاء الله الإنشاء راح امتحنك بالإنجليزي وبالعربي بالبداية تكتب للعربي نو بالإنجليزي هيك أريد شلون نحفظ الإنشاء طلابنا الأعزاء شلون نحفظ الإنشاء يلا من يجاوبنا بالتعليقات شلون نحفظه يلا جاوبونا بالتعليقات شلون نحفظ الانشاء يلا من يجاوبنا بالتعليقات شلون نحفظ الانشاء جاوبونا بالتعليقات يلا يا ابطال شلون نحفظ هذا الانشاء بالبدايه حفظ باللغه العربيه بالضبط احسنت يا عمر
احسنت يا عمر امير، بالبدايه نحفظه باللغه العربيه، حفظ مثل اسمك، كتابه باللغه العربيه مثل اسمك بالبدايه بالعربي. حسين، حسين موسى، وركز يمي. شهد، تبو عيال، بالبدايه نكتبه باللغه العربيه فقط، نحفظه حفظ. من علي الى عزيزي زيد، من علي الى عزيز، كيف حالك؟ اود ان اقول لك عن افضل صديق لي سامي. هذه احفظها بالعربي، تكرار، كتابه، شلون ما تريد تحفظها احفظها بالبدايه، احفظها بالعربي، احفظ الانشاء كله بالعربي، النزلة على الغيب امتحن بيه بالعربي بالبدايه، احفظها بالعربي. ورا ما حفظته بالعربي، كيف حالك؟ اود ان اقول لك عن افضل صديق لي سامي. ورا ما حفظته باللغه العربيه كليته، انه بتبدي تقرا، يعني تبدي تقرا جمله سطر سطر، دير علي هاو ار يو، الى هنا تاخذه بس. يعني بعدها راح تسوي، راح تجي تاخذ دير علي هاو ار يو، اخذت ايدي هنا بس، بس هاي هنا اخذ لهنا بس، دير علي هاو ار يو، اكتبها بالانجليزي وبالعربي. اذا 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 تكتبها بالانجليزي وبالعربي، وتلفظ من تكتب، تلفظ من تكتب على مود تسهل عليك الحفظ. طيب راح اعيد لكم طريقه حفظ الانشاء مره ثانيه، انتبه علي زين. شلون احفظ الانشاء استاذ محمد؟ تدلل هسه راح افهمك شلون طريقة حفظ الإنشاء. أولاً أحفظها بالعربي، أول نقطة اكتبها يمك، أول خطوة اكتب خطوات حفظ الإنشاء، اكتب يمك خطوات لحفظ الإنشاء، خطوات، اكتب يمك خطوات لحفظ الإنشاء باللغة الإنجليزية، اكتب يمك خطوات لحفظ الإنشاء باللغة الإنجليزية، حفظ الإنشاء بالإنجليزي. اولا حفظ اللغه العربيه بالبدايه، تحفظ الترجمه، اولا حفظ اللغه العربيه بالبدايه، احفظ الترجمه. طريقه حفظ الانشاء، الخطوه الاولى حفظ الانشاء باللغه العربيه، هاي اول خطوه. طيب اذا الطريقه الاولى حفظ الانشاء باللغه العربيه، الخطوه الثانيه ناخذ كل خمس كلمات معا، كل خمس كلمات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل خمس كلمات ستة، هاي شوف خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، طبعا هاي هم لازم تحفظها وياها تنزلها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تاخذ خمس كلمات، تاخذ خمس كلمات وتكتب بالإنجليزي وبالعربي. إذن الخطوة الأولى حفظ الإنشاء باللغة العربية، الخطوة الثانية كتابته باللغة الإنجليزية جملة جملة، كل خمس جملات واحد، كتابته باللغة الإنجليزية جملة جملة. وملاحظة أخرى أيضا، يجب اللفظ أثناء القراءة، يجب اللفظ أثناء القراءة، دير زيد هاو آر يو، اكتبها بالإنجليزي، دير زيد هاو آر يو، دير زيد، اكتبها وألفظ، اكتبها وألفظها، اكتبها وألفظ. وانت أصلا حافظ العربي فراح يصير عليك سهل جدا، ليش؟ لأن انت حافظ العربي وحافظ الإنجليزي، فراح يصير عليك الإنشاء كلش سهل، راح يصير عليك الإنشاء كلش سهل. ليش؟ لأن انت حافظ الترجمة بالعربي وفاهم شنو معناه، بس انت من تقرأ بس بالإنجليزي أكيد راح تنساه. هسه واحد يقول استاذ انا ما اعرف اقرا انجليزي، ليش انا مو صار ساعه اقرا لكم اياه؟ لا داني، ليش اقول لك صار ساعه اقرا وياي؟ ليش اقول لك صار ساعه اقرا الانشاء وياي؟ هو هذا السبب. طيب هسه راح اقرا لكم الانشاء مره اخرى، خافك طلاب توهم جده اجوا جدد، والتسجيل موجود. فروم علي، من علي، تو زيد، الى زيد، دير زيد، هاو ار يو، عزيزي زيد، كيف حالك؟ I'd like to tell you about my best friend. أود أن أخبرك عن أفضل صديق لي سامي. He is really cool and he is active and he is very kind. He likes playing football. يحب لعب كرة القدم. He is good at English and Arabic. هو جيد باللغة الإنجليزية والعربية. He was in my class and he was very clever. وكلش شاطر. He is very nice looking. He is quiet, tall, with long yellow hair and green eyes. He is helpful and very friendly, and I think we are going to be good friends forever. See you soon, Ali. See you soon, Ali. أراك قريبا علي. هذا هو الإنشاء الأول، وهذا مرشح وكلش مهم. باشر عندك امتحان بي. الامتحان راح يكون باللغة الإنجليزية والعربية، تكتبهن اثنين. اكتبهن اثنين. هذا هو درسنا اليوم، فقط عبارة عن إنشاء. والآن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، اللي عنده سؤال خليه يتفضل.
من عنده سؤال خليه يتفضل. الامتحان راح يكون الساعة 3، انزل لكم الاسئلة. بعد من عنده سؤال او استفسار؟ نعم المحاضرات مسجلة، نعم المحاضرات مسجلة وتنزل على الميت. حياكم الله ونورتوني يعني. ما شاء الله اليوم تقريبا بحدود عندك بالصف الاول 47 طالب وبالصف الثاني تقريبا عندنا 21 طالب. القواعد احنا كل شيء نشرح، اكو طالبة تسأل استاذ القواعد هم تشرح؟ نعم كل المواد نشرحين، كل الاشياء اللي باللغة الانجليزية راح نشرحها، بس احنا ما احنا احنا بس مو بس نشرح قواعد. القواعد ترى ما تنجحك طلاب، انتبه يمي انا استاذك دع افهمك. القواعد ترى ما تنجحك، ما تنجحك ترى، اللي نجحك الانشاء القطع. احنا راح ندرس المادة كلها، احنا راح ندرس المادة كلها. انا مو مثل ادرسك مثلا يعني، مع احترامنا لكل الاساتذة، اكو بعض الاساتذة مو الكل، لا اكو ناس ما شاء الله محترمين، بعض الاساتذة اللي يشرح بس قواعد، لا انا اشرح قواعد وانشاء وقطع، كل شيء نشرح لك المادة كاملة ونسوي لك بيها امتحانات يوميا على التليجرام يوميا. الامتحان راح ينزل الساعة 3 ان شاء الله. اللي عنده سؤال او استفسار خليه يترك بالتعليقات، او اذا يحب المايك مفتوح يقدر يتكلم ويانا. نحفظ بس المفاتيح؟ بس المفاتيح الحال، واحفظ ريلي ريلي ويا من تجي ويا الصفة القوية ولا الضعيفة؟ حلو. وحافظ مفتاح الحل مال كل جمله لو لا؟ الفاس والاي لاف بالله بالضبط. انا ذني اقراها كلها يعني، حتى انا من اجيب لك مثلا جمله مثلا بها فاست او مثلا يعني ثينك يعتقد، انت راح تجي تدور مفتاح الحل، وانا مفتاح الحل هذا. من تلقى مفتاح الحل تقول لي ما زول استاذ محمد اعطاني هذا المفتاح فاست، راح تتذكره بالامتحان وراح تجاوبه. بس هسه انت يعني وظيفتك تقرا الماده، وانا راح اسوي لكم امتحانات وراح احل لكم الاسئله الوزاريه ايضا مال الدور الاول مال السنين السابقه وكل السنوات. ان شاء الله اللي يبقى وياي ويتابع يضمن نجاحه بالدور الثاني، خلي يعتبر نفسه ناجح ان شاء الله. والسنه الجديده ايضا كلكم تعليقات عيني، كل الماده راح ندرسها، قطعه خارجيه، الدور الثاني، المحاضرات كلهن دا نشرح بيهن، كلهن دا نشرح بيهن. محاضرتنا الساعة 2 الظهر يوميا الساعة 2 الظهر كل المادة نشرحها. هسه دا نبدي بالأساسيات، والقطعة الخارجية راح نخلي لكم إياها آخر شيء على مود يصير عليكم سهلة وحتى تتذكرونها إن شاء الله.